سيداتي سادتي النواب، سيداتي سادتي، بطبيعة الحال استمعنا كذلك إلى تدخلات المعارضة، منها معارضة التي تحدثت بطريقة متحذرة ونحن نحييها على مواقفها ونعتز بوجود معارضة اللي تثري النقاش وتثري الساحة السياسية، ونقول لهم كذلك لنواب المعارضة المتحذرة أننا سنأخذ في الحسبان ما جاء في تدخلاتهم وما جاء كاقتراحات. استمعنا أيضا إلى حرفيي المعارضة، حرفيي المعارضة لجاءوا بلغة من أشد العبر، أصبح النظام نظام مافيو والدولة دولة فوايو. إذن في إطار الديمقراطية سأعبر أنا كذلك، الشعب الجزائري لا ينسى غياب هذه الجماعة عندما كانت المعركة من أجل الديمقراطية، طلب منهم فقط المشاركة في حوار، قالوا لا نشارك ولا نجلس مع البعض وأصبحوا حلفاء هذا البعض. ولا ينسوا مناضلي الأمازيغية غيابكم في ساعة الحسم عندما جاء رئيس الجمهورية باقتراح لترسيم الأمازيغية كلغة وطنية، غبتوا على التصويت. وعندما جاء الرئيس بتعديل كذلك لجعلها لغة وطنية ورسمية، غبتوا على التصويت. فأكتفي بعد هذا القول بما يلي، الشعب يتفرج فيكم ويكفينا نشوف كيف مناضليكم يهجروكم ويهجروا التشدد اللا معنى له لسياستكم. سيادة الرئيس، دائما في إطار المعارضة استمعنا إلى تصريحات من جماعة تاهت المسيرة، تاهت مسار مرحوم وطني قائد فضل الجزائر حتى على مصالحه الشخصية، وقال أنا ذاك الجزائر بلد الجميع ويبنيها الجميع. وأنا نتكلم عن الشيخ نحناح الله يرحمه برحمة الله. اليوم البعض في هذه العائلة ما عرفوش وين هما، ما عرفوش إلا طالبين ثورة ولا طالبين حوار ولا طالبين مشاركة. ونقول هذا الكلام لأن هذو قالوا لنا ارحل فشلتوا، فإذا يسامحوني على الأقل قبل ما نرحلوا نعطيو رأينا. قلنا ما مش عارفين وين هما، لكن الشعب يتفرج كذلك والشعب يشوف أن من جهة يبكيوا عليه عشية محطة انتخابية، ومن جهة أخرى يعملوا كل ما هو في وسعهم باش يحرموا الدولة من إمكانيات باش تكلف فقط بحاجية الشعب. دائما وأنا أتحدث عن المعارضة المتشددة استسمحكم لأخرج من قبة هذا البرلمان المحترم، لأن حتى برا ويكثر خير الإعلام السوق حامي، وهناك كذلك حرفي المعارضة حتى في بعض الأحيان هما شخص تبعناهم طوال سنة ولا سنتين، هما يتلذاو بالقول أن النظام خلصوا له دراهم، النظام مش قادر يشري السلم الاجتماعي، النظام رايح يطيح، قاعدين كذب لي السنة تحت الشجرة وقت تطيح الباكورة. إذن مع الأسف النظام جاب حل والحل هذا قلقهم، إذن ينتقدوا الحل ويزيدوا في الهيجان ضد النظام. مثل واحد منهم اللي نشوفوه من زمن إلى زمن ككسوف الشمس، كوم ليكليب سولار،
يروح 6 شهور ولا عام ويعاود يرجع المده الاخرى ورجع وينادي لثوره شعبيه. عارف الشعب ما يسمعلوش لان الشعب ما نساش نهار كان يسميه غاشي، لكن يستنى كشما النظام يعاقبه باش نجعلوا منه زعيم. نظام واش جايب خبر به سيدي الرئيس؟